بنعود لحضراتكم مرة تانية. زي ما حضراتكم بتتابعوا، الدولة بتبدأ خطوات الشمول المالي. من أهم الحاجات اللي هتمس المواطن العادي في كل المجالات هو قرار الدفع الإلكتروني، وده قرار طبق من النهاردة. النهاردة أجازة، لكن بكرة حضرتك لو رحت أي جهة حكومية هتبقى مطلوب أن أنت تدفع فيما فوق 500 جنيه إلكترونيا. المسؤول الأول عن هذا الملف في وزارة المالية هيكون ضيفي في الحال اليوم عشان نسأل كل الأسئلة اللي بتدور في بال حضراتكم. اسمحوا لي أن أرحب بالدكتور حمدي حامد، وهو رئيس وحدة التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك أستاذ خالد، بالسلامة المشاهدين. أهلا بك. عايزين نعرف الموضوع ببساطة، إيه القصة وإيه المغزى؟ هو يهمني بس في البداية أوضح نقطة مهمة جدا، وهو توحيد المصطلحات. بمعنى إيه؟ بمعنى من جانبي أنا كوزارة المالية، فإن مقابل الخدمات اللي بيحصل عليها الجمهور هو متحصلات. تمام؟ من وجهة نظر المواطن هي مدفوعة، هو بيقوم بإيه؟ بعملية الدفع. خليني عشان أقدر أوصل المعلومات وأشرح الموضوع بشكل مبسط للسادة المواطنين، لأن يهمنا طبعا أن المواطن يحصل على كافة المعلومات اللي تخص النظام اللي وزارة المالية يعني ابتدت تطبيقه بالفعل ابتداء من اليوم. وزارة المالية لها تجارب عديدة في تطبيق أنظمة الميكنة. زي ما حضرتك عارف، الموازنة العامة للدولة هي مقسومة لمصروفات وإيرادات، وأنا هحاول أبسط المفاهيم عشان نحاول نوصل للناس الفكر إيه والهدف من النظام إيه بشكل مبسط شوية لو حضرتك تسمح لي. لا تفضل. فالجزء الأولاني هو جزء المصروفات. مصروفات من وجهة نظر الحكومة، بمعنى إيه؟ بمعنى ان انا كحكومة بصرف او بعمل تدفقات نقدية خارجة من الحكومة لممكن يكونوا مواطنين، زي مثلا مرتبات العاملين بالجهاز الاداري للدولة. دي مصاريف بتتحملها الحكومة وبتأديها الى الموظف، زي مثلا المستحقات الخاصة بالمقاولين اللي بيتعاقدوا مع الحكومة على أداء بعض أعمال المقاولات، بينفذوا هذه الأعمال وياخدوا فلوس من الحكومة. الموردين، كل دي فئات بتتعامل مع الجهات الحكومية وبتحصل منها على أموال مقابل الخدمات اللي بتأديها، أو لو كان موظف في مقابل عمله لدى الجهاز الإداري. وزارة المالية ابتدت لما ابتدينا خطوات الميكنة، وهي طبعا زي ما هستعرض مع حضرتك لها فايدة عظيمة جدا على الاقتصاد القومي، ابتدينا بالدفع الإلكتروني. وأنا يهمني جدا إن أنا أبتدي شرح موضوع التحصيل الإلكتروني من الدفع الإلكتروني. تمام؟ فإحنا ابتدينا حولنا كل مدفوعات الحكومة لنظم إلكترونية. فبقاش دلوقتي أي طرف متعامل مع الحكومة بيحصل على مستحقاته لدى الحكومة غير بوسيلة إلكترونية. زمان كانت الناس بتتعامل يروح ياخد شيك من الحكومة مقابل الخدمات اللي أداها للحكومة وفقا للتعاقد بتاعه. النهاردة إحنا نجحنا في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني، وما عادش فيه تعامل بالشيكات الورقية على الإطلاق، وما عادش فيه موظف بيروح يقف على الخزنة في الجهة الحكومية اللي هو بيشتغل فيها على شباك الصراف عشان يقبض مرتبه. عشان نوصل لده مرينا بمراحل طويلة جدا، وحققنا نجاح منقطع النظير، ووصلنا لأن احنا أغلقنا 61,000 حساب للجهات الإدارية في البنك المركزي، واستعضنا عنهم بحساب الخزانة الموحد أو التريجري سينجل أكاونت. هذا الحساب بيتم التعامل معاه بالوسائل الإلكترونية فقط، بأوامر دفع إلكترونية. مفيش شيكات. مفيش شيكات. يعني لو مقاول ليا مليون جنيه تجي لي من غير شيك، تجي لي إلكترونيا. بالظبط يا فندم. بالظبط. بتدينا رقم الحساب بتاع حضرتك في البنك، وإحنا بنعمل أمر الدفع بمستحقاتك على حسابك في البنك. تحويل. بالظبط كده. وحتى المواطن اللي لا يمتلك حساب في بنك، خلقنا له الآلية اللي تناسب عدم وجود حساب ليه، وبقينا نصرف له برضه بأوامر دفع إلكترونية. خلينا أقول لك يا أستاذ خالد إن إحنا عشان نوصل لهذه المرحلة، وزارة المالية يعني ضخت استثمارات ليست بالقليلة على الإطلاق
منها مثلا على سبيل المثال ان احنا كل العمل دلوقتي في اعداد اوامر الدفع الالكتروني كان من خلال اجهزه لابتوب. يعني خلاص احنا استغنينا حتى عن الورقه والقلم. احنا حاليا بقينا نستخدم لابتوبس، وصل عدد تقريبا ل 13,000 جهاز لابتوب موجود في الوحدات الحسابيه، في الجهات الحكوميه بيتم من خلالها تحرير اوامر الدفع الالكترونيه للناس اصحاب. عظيم. بالظبط كده. طيب فدي كانت نقطه الانطلاق، ان احنا حولنا مصروفات الدوله الانفاق من موازنه الدوله للوسائل الالكترونيه. ونجحنا في ده، وتم توقيع اخر شيك صدر من الحكومه من فتره، ووصلنا لنسبه تطبيق 100%. تمام. المرحله التاليه هي اللي احنا ابتدينا فيها حاليا، اللي هي مرحله متحصلات الدوله بقى. طبعا في فرق رهيب بقى، انت كده كنت عند شريحه بسيطه، دلوقتي انت عند كل الناس. بالظبط، لان زي ما وضحت لحضرتك في ميكنه المدفوعات الخارجه من الدوله كنت بخاطب فئه الموظفين، كنت بخاطب فئه المقاولين او الموردين اللي بيقدموا خدمات استشاريه، فهي فئات ايا كان حجم هذه الفئه. صحيح. ولكن هي فئه من المجتمع. انما انا النهارده لما اطلع اقول انا هميكن كافه المستحقات الحكوميه والضريبيه والجمركيه، فانا النهارده بتوجه بهذا المشروع الى جموع الشعب المصري. صحيح. مظبوط كده؟ طبعا. لان مفيش حد فينا استاذ خالد زي ما حضرتك عارف ما بيتعاملش مع الجهات الحكوميه وبيحصل على خدمات منها وخدمات متعدده. طبعا. فبالتالي انا السكوب بتاعي او التوجه بتاعي النهارده لجموع المصريين، للشعب المصري بالكامل. تمام. وابتدينا رحله تطبيق التحصيل الالكتروني اللي المفروض ان هو النهارده بدايه الالزام بتطبيق تلك المتحصلات. طبعا احنا يهمنا النهارده نبتدي نعرف الساده المشاهدين بايه هو التحصيل الالكتروني، هيتعاملوا ازاي مع الجهات الحكوميه، وهيقوموا بسداد مقابل الخدمات اللي بيحصلوا عليها من الجهات الحكوميه، وازاي الموضوع ده هيحقق لهم استفاده. تمام. خليني ابتدي مع حضرتك بان صدر قرار معالي وزير الماليه رقم 269 لسنه 2018. تمام. المعدل بالقرار 760 لسنه 2018. وفي النهاية أصبح الوضع إن إحنا بنستهدف وفقا للقرارات اللي أنا ذكرتها لحضرتك المبالغ اللي بيتم سدادها للحكومة مقابل الخدمات فوق ال 500 جنيه. فوق ال 500 جنيه بقى الإلزام للمواطن إن أنت لو في معاملة فوق ال 500 جنيه هيتم سدادها بالوسائل والآليات الإلكترونية اللي أنا هستعرضها مع حضرتك. قلت معاملة أيا كانت المعاملة. ايا كانت معاملة. عظيم. خدمات، رسوم، اي حاجه. المستحقات الحكوميه، يعني يمكن هو يا فندم منطوق القرار بيجاوب. صح. المستحقات الحكوميه والضريبيه والجمركيه، كافه المستحقات الحكوميه على اطلاقها. تمام يا فندم؟ طالما المعامله مع الجهه الحكوميه ازيد من 500 جنيه هو الزام وفقا للقرار ان يتم سدادها باحد الوسائل الالكترونيه اللي انا هوضحها مع حضرتك وهنشرحها بالظبط تفصيلا حاليا. تمام. اذا القرار الوزاري اللي اصبح ملزم لكل جموع الشعب ان كل المستحقات الحكوميه اللي بتزيد عن 500 جنيه لابد من دفعها بطريقه الكترونيه. مظبوط. الكلام ده اتطبق من النهارده. من النهارده يا فندم. تمام. القرار ساري ومحل تطبيق. خلينا نبتدي. طيب والمبالغ اللي اقل من 500 جنيه؟ هنا في اتاحه للسداد النقدي أو بالوسائل الإلكترونية في حال التوافر ده لدى المواطن. تمام. إنما الإلزام اللي لا يقبل يعني القرار الوزاري ده يجوز مخالفته. بالظبط. اللي هو فوق ال 500 جنيه هيتم سدادها بأحد الوسائل الإلكترونية. خلينا نقول إيه هي الوسائل الوزارة المالية. لا قبل دي. طب وإلا يعني 600 جنيه هتدفع في جهة حكومية، معيش الوسيلة الإلكترونية أعمل إيه؟ في حالة اختيار المواطن ان هو يسدد نقدي، يعني عدم رغبته في التعامل بالوسائل الالكترونية، القرار برضه نص على في هذه الحالة هيكون في 10% مقابل المصاريف الإدارية اللي بتتكبدها الحكومة بعد ما أتاحت الوسيلة الإلكترونية للمواطن وهو اختار السداد النقدي. ففي الحالة دي في مقابل المصاريف الإدارية اللي بيتحملها الجهاز الإداري. تمام. إذا الخبر انه من اليوم قرار وزاري من وزارة المالية كل المستحقات الحكومية أي شيء حضرتك بتتعامل فيه بدفع نقدي للحكومة الكلام ده اتلغى،
موجود عندك اختيارين. الاختيار الاول اما انك تسدد فيما فوق ال 500 جنيه بوسيله دفع الكترونيه اللي الدكتور هيشرحها لنا، او ان حضرتك تتحمل 10% فوق ثمن الخدمه او المستحقات اللي مطلوب دفعها. يعني لو عندك 600 جنيه عايز تدفعهم كاش هتضيف عليهم 60 جنيه، هيبقى 660 جنيه لو انت اخترت الدفع النقدي، لان الحكومه خلاص وفرت لك الدفع الالكتروني وانت اللي ما رضيتش تستغله. لا ومش كده بس، خليني اضيف معاك يا فندم، يعني هنبتدي باول وسيله. انا بس لازم اطلع فاصل، انا عايز اكد على المعلومه دي الاول عشان المعلومه دي لها تكمله. لو هقولها بشكل سريع كده، انا عايز اقول لحضرتك ان من ضمن الوسائل هي التعامل على الماكينات التحصيل الالكترونيه او الجاف بوينت اوف سيل، واستخدام الكروت الالكترونيه. من ضمن الكروت دي احنا اتحنا الكروت مسبقه الدفع بالمشاركة مع الجهاز المصرفي بإشراف البنك المركزي في 5 بنوك تقدموا بمبادرة إتاحة هذه الكروت مجانا للمواطنين. لا صحيح، أنا هوصل للنقطة دي، بس أنا بقول دلوقتي القواعد. بس أنا أقصد أقول إن إحنا وفرنا الوسائل مجانا للمواطنين، فبالتالي رغبة المواطن في إن هو يدفع بالوسيلة النقدية هيكلف الحكومة مقابل المصاريف الإدارية، وبالتالي يتحملها هو اللي هي 10%. تمام كده، بحد أقصى 10,000. بحد أقصى 10,000. لا حد أقصى. تمام، هطلع فاصل وأرجع أكمل معلومات هامة جدا مع الدكتور حمدي حامد، والمعلومة اللي حضرتك هتتعامل معاها وهنقول لحضرتك إزاي كل ما هو تحت ال 500 جنيه حضرتك تقدر تتعامل بيه نقدا، فوق ال 500 جنيه لازم تدفعه بوسيلة دفع إلكترونية، دكتور حمدي هيشرح لنا بالتفصيل، وإلا حضرتك هتدفع 10% زيادة مصاريف إدارية بالفعل الدولة بتتحملها عشان التعامل النقدي. هطلع فاصل سريع وارجع أكمل باقي الأسئلة مع الدكتور حمدي حامد رئيس وحدة التحصيل والدفع الإلكتروني بوزارة المالية، خليكم معنا. بنعود لحضراتكم مرة تانية، بستكمل لقائي مع الدكتور حمدي حامد. دكتور حمدي، حضرتك كنت وصلت إلى الوسائل اللي وفرتها الدولة لمنظومة الدفع الإلكتروني. بالظبط كده. هو إحنا تعاملنا مع المنظومة دي ب4 وسائل. الوسيلة الأولانية هي الجاف بوينت أوف سيل أو ماكينات التحصيل الإلكترونية. زي اللي بنشوفها في كتير من المحلات أو كتير من السوبر ماركتس الكبيرة، اللي هي مكنة التحصيل اللي بنستخدم عليها الكارت بتاع البنك أو البطاقة الإلكترونية. وزارة المالية تقريبا نشرت حوالي 15,000 ماكينة على نقاط التحصيل المختلفة بالجهات الإدارية على مستوى مصر كلها. تمام؟ والماكينة دي احنا كلنا طبعا شفناها وتعاملنا معاها، في مننا مش كلنا طبعا اتعاملنا معاها، ومن خلال الكارت بتقدر أو البطاقة الإلكترونية بتقدر تقوم بسداد المدفوعة عليها بسهولة ويسر. ودي يمكن من أهم مميزات المنظومة. أنا أضفت للمواطن إيه؟ أنا عملت إيه للمواطن وهو استفاد مني إيه لما أنا طبقت الوسائل الإلكترونية في التحصيل، وعلى رأسها ماكينات التحصيل الإلكترونية. يمكن أكتر حاجة هيشعر بيها المواطن أنها تحققت فعلا على الأرض هي السهولة، إن المعاملة بتاعته بقت أسهل، إن المعاملة بتاعته بقت أسرع، إن المعاملة بتاعته بقت أأمن. خليني أوضح لحضرتك ده بشكل عملي. مين فينا ما راحش جهة إدارية وكان مطلوب منه سداد مبلغ، فلنفترض مثلا 537 جنيه، وفضل يلف يدور على فكة ومفيش فكة في الخزنة، وممكن يعني يسيب الثلاثة جنيه؟ لا كلنا بنسيب وسيبنا كتير يعني، لان انت واقف في الحر وعايز تخلص وما صدقت وصلت للشباك عند الخزينه او الصراف عشان تسدد قيمه خدمتك وتاخدها وتنصرف. دلوقتي انت من خلال استخدامك للبطاقه الالكترونيه اللي انا هعرف حضرتك بانواع البطاقات المقبوله عشان المواطنين يبقوا على علم بيها، بتسدد ثمن الخدمه الفعلي. تمام، مش محتاج تسيب نص جنيه زياده حتى، ولا حتى قرش ساكت. تمام تمام، ودي طبعا فايده مهمه جدا للمواطن، وما بقاش يشيل هم ولا عبء ان هو يدور على فك. صح، مظبوط كده يا فندم. طيب تاني حاجه، ان استخدام البطاقه الالكترونيه امن للمواطن
بشكل كبير جدا عن استخدام الكاش. صح، ده ممكن يكون بقى اثبات كمان ان انا عملت المعامله، يعني في عندي في كشف حسابي موجود ان انا عملتها لحساب الجهه الفلانيه. تمام، مظبوط كده. لو يعني خلينا نقول ان لو قارنا المخاطر ما بين ان انت حضرتك نازل تؤدي معامله في جهه حكوميه حاطط في جيبك 3000 جنيه، صحيح، وما بين ان انت حطيتهم على رصيدك في الكارت، صحيح، لو انت وقع منك الكاش خلاص يعني ربنا عوض عليك. صحيح، انما الكارت لو ضاع منك ممكن توقفه عن طريق الاتصال بخدمه العملاء، فانت فلوسك بلا شك تحقق لها درجه اعلى من الامان. طيب عشان الوقت ضيق احنا عايزين نعرف بس كيفيه الحصول على الكروت. طيب احنا عندنا ايه انواع كروت مقبوله الاول؟ عندي كروت المرتبات، وعندي شريحه كبيره طبعا من المجتمع بتحمل كروت مرتبات، منها مرتب الموظفين في الحكومه. يعني كلهم بيحملوا كروت مرتبات، لان انا اوضحت لحضرتك ان احنا بنطبق دفع الكتروني للمرتبات. تاني حاجه البرود الكروت المرتبطه بحسابات بنكيه اللي هي الكروت المدينه او الديبت، مقبوله عندي اي علامه تجاريه بقى شايلها، اي علامه عالميه، اي بطاقه مقبوله مربوطه بحساب بنكي ديبت انا بقبلها عندي على الجاف بوينت اوف سيل. حتى كمان البطاقات الكريدت او البطاقات الائتمان بقبلها عندي في الجاف بوينت اوف سيل. طب خلينا يا فندم نقول ان في مواطن ما عندوش حساب في البنك، وناس كتيره من اهالينا كده، او حتى طالب بياخد مصروفه من والده وعايز يقدم معامله ماليه ما في اي جهه حكوميه. احنا طبعا بما اننا بنخاطب كل الناس وفرنا لهم الوسيله، وفرنا له الكروت مسبقه الدفع اللي بتصدر من البنوك. ده كارت المواطن بيحصل عليه، فبيتوجه لاي بنك من البنوك بصوره البطاقه بتاعته. ما يبقاش عنده حساب، اقدم بس صوره البطاقه يديني كارت بالمبلغ اللي انا عايزه. هيدي حضرتك الكارت وحضرتك تضيف عليه الرصيد اللي انت عايزه. والرصيد ده ليه حد ادنى؟ ملوش حد ادنى. تمام، يعني ممكن الكارت ده اطلعه اولا هو يطلع مجاني. خليني اقول لحضرتك على حاجه، ان في مبادره حاليا طبعا برعايه البنك المركزي ومساهمه 5 بنوك، البنك الاهلي، بنك مصر، بنك القاهره، التجاري الدولي، الزراعي المصري، من 1/5 من النهارده بتتيح لمده 6 شهور للمواطنين البطاقات مسبقه الدفع مجانا. مجانا، يعني 1/5 النهارده في 4 مليون بطاقة جاهزة في البنوك بنستهدف انهم يوصلوا. البطاقة دي بيبقى عليها اسم الشخص ولا لا؟ يعني انا هروح بالصورة البطاقة كده اديها لهم هيديني اذا كنت عايز تحصل عليها بشكل فوري وانت واقف مش لازم عليها الاسم، مش هيبقى عليها الاسم. انما لو انتظرت فترة زمنية، يعني عديت بعد فترة زمنية معينة بياخدوا الاجراءات لإضافة الاسم على البطاقة. بتفكرنا بكارت شحن التليفون يعني. بالظبط كده، انت بتضيف عليها الرصيد اللي يغطي مقابل الخدمة اللي انت هتحصل عليها في الجهات الحكومية، ودي وسيلة ميسرة جدا وبتلبي احتياجات. واقدر ادي الكارت ده لأي فرد من افراد الاسرة يروح برضه يعمل نفس المعاملة ومفيش مشكلة. وارد يا فندم جدا. وارد. احنا كان يهمنا ايه؟ طالما هنطبق تحصيل الكتروني نراعي احتياجات المواطنين، نيسر عليهم الامر. يعني قلت لحضرتك اهم 3 حاجات المواطن بيحصل عليهم: الامان، السرعه، ان المعامله بقت اسهل. طيب معلش برضو تاني عشان نقول للناس المعلومه صحيحه، القرار بيقول لو ما دفعتش الكتروني ادفع 10% زياده. مظبوط يا فندم، ده نص قرار، نص قرار، بس قد تحمل الـ الايام القادمه يعني للمواطنين اخبار ساره. احنا يعني عايزين سهوله التطبيق. سهوله التطبيق ونخلي الامور اكثر يسرا على المواطنين. يهمنا زياده الوعي. زياده الوعي قد تحمل الايام القادمه اخبار ساره بخصوص هذه النقطه. دكتور حمدي انا اسف ان وقتي خلص، بس احنا لينا حلقه ثانيه هنشوف فيها التطبيق ده ازاي المواطن تقبله. اكيد وزاره الماليه يعني بجد عمل خد منكم مجهود كبير، لكن احنا عارفين الفايده اللي هتعود على بلدنا منه. اتمنى انه التطبيق على الارض ان شاء الله يتم بسهوله ويسر. اكيد باذن الله، بس انا احب اضيف بس معلومه يهمني، ما نهيش اللقاء الا غير لما توصل المواطنين، ان المدفوعات فوق ال 10000 جنيه بتطبق فيها اليه اخرى من ضمن الاليات اللي احنا بنطبقه، هي اليه مدفوعه المواطن. ان المواطن ما بيستخدمش الكارت على الجاف بوينت اوف سيل، ولكن بيقوم بسداد هذا المبلغ في احد البنوك اللي بتطبق معانا مدفوعات المواطن، وهو عددهم 18 بنك بفروعهم المختلفه. ده جوه القرار برضو، دي اليه من الاليات اللي انا بطبقها. القرار نص يا فندم زي ما وضحت لحضرتك، طبق باي وسيله من الوسائل الالكترونيه. لا الوسائل، يعني انا ما اقدرش ادفع بالكارت اللي معايا الائتماني 12000 جنيه؟ لا يا فندم ما تقدرش، لازم اروح اعمل ايداع في البنك، تعمل مدفوعه مواطن في البنك.
مدفوعة مواطن في البنك. بس دي مش عملية. لا مين قال يا فندم؟ يعني انا لو عندي رسم عايز ادفعه وانا موجود ومعايا الكارت في جيبي، انا عايز اقول لحضرتك البنك عشان اعمل التحويل. هو يمكن الوقت بتاع البرنامج لم يتيسر لشرح كل الاليات، احنا خلصنا اليه منهم. بس انا عايز اقول لحضرتك ان في اليه للجهات اللي بتمتلك قواعد بيانات للمتعاملين معاها واللي بيحصلوا على الخدمات منها، بيتم ربط هذه قواعد بيانات بمركز الدفع والتحصيل في وزارة المالية، وبنتيح وسائل سداد وقنوات سداد مختلفة حتى لو حبيت تدفع أونلاين، زي ما هو مطبق مثلا في مصلحة الضرائب والجمارك المصرية. دي جهات عندها قواعد بيانات. طب معلش، موضوع 10,000 جنيه ده شمله القرار الحالي اللي احنا بيطبق في 1/5؟ القرار لم ينص على حدود مالية. الحدود المالية دي بتنظمها وزارة المالية وفقا للآليات اللي اختارت تطبيقها، واخد بال حضرتك؟ ده صرف، لكن ليس في صلب القرار. القرار نص على تطبيق الوسائل الإلكترونية. تفاصيل هذه الوسائل أنا بعرضها لحضرتك. بس معلش عشان نقول المعلومة للناس صحيحة، كل ما هو فوق 10,000 جنيه حتى الوسيلة الإلكترونية دي مش هتنفع لدفعه، لازم أروح أعمل بيها إيداع بنكي. إيداع بنكي ده بناء على أمر التوريد اللي هيتم إنشاؤه في الجهة، وهيدولك رقم. الرقم ده حضرتك هتدفع فيه بأي بنك بمنتهى السهولة. طيب احنا محتاجين لقاء تاني، بشكرك وبعتذر عليك. أنا أعتقد أن الوقت لم يتسنى لشرح معلومات تهم المواطنين. وإن شاء الله هنشوف المواطنين. التطبيق اللي بنتمنى أنه يمر بسلام، ونرجع أكيد نتقابل مع حضرتك نشوف إيه الحاجات اللي وقفت قدامنا في هذا الأمر. بشكر الدكتور حمدي حامد، والحقيقة محتاجين فعلا نفهم أكتر ونعرف أكتر ونشوف المواطن زي هتقبل هذه الفكرة اللي هي في الصالح العام، في صالح المواطن وفي أمان المواطن وفي صالح الحكومة، وبتشيل من على عاتق الجهاز الإداري في الدولة يعني لود جامد جدا ومجهود ضخم جدا. بعد فترة إن شاء الله من عودتنا من رمضان إن شاء الله نلتقي مرة تانية مع الدكتور حمدي لنعرف آلية التطبيق مشت إزاي وإيه الصعوبات وإيه الإيجابيات اللي كانت نتيجة تطبيق هذه الفكرة. بشكركم وشكرا جزيلا، إن شاء الله الأسبوع الجاي حلقة جديدة من الحياة اليوم، خليكم معنا.